مواجهة الأهلي والضحيل أعتقد مهمة جدا. كل فريق من الفرق دي بيحاول إن هو يلعب ويبان كمان ويبين طريقة اللعب لكل مدرب ويلعب يعني خلينا نقول بأقصى جهد عنده لأن هي مباراة حاسمة زي ما بنتكلم كده. خلينا نعرف كل التفاصيل أكتر. في أكيد محاور أساسية هنتكلم فيها مع كابتن عادل طعيمة نجم الأهلي السابق اللي منورنا النهاردة. صباح الفل. صباح القشطة. صباح النور. وبنتفائل بحضرتك يا كابتن عادل. إن شاء الله. طبعا. الحمد لله. ان شاء الله يا رب تبقى مباراه قويه واكيد في حاجات كتيره ونقاط كتيره حابين ان احنا نتعرف على حضرتك عليها او يعني بخصوصها. ولكن هنروح دلوقتي لزميلنا امير وهو موجود حاليا مع البعثه الرسميه ويعني هنساله في كذا حاجه. في الاول امير صباح الخير. بنصبح عليك انا وكريم. أمير سمعنا؟ أمير لا واضح يمكن في مشكلة ولا حاجة تقنية. هنحاول نرجع نتواصل معه تاني إن شاء الله. حضرتك منورنا. صباح الخير عليك. وعايزين نبتدي مع حضرتك البداية كده بالنسبة لمباراة الغد إن شاء الله وبشكل عام في المونديال. حضرتك فيما يتعلق بالنادي الأهلي متطمن لإيه وقلقان من إيه؟ تعالي نبتدي من مباراة بكرة تحديدا. اولا انا مطمن وفرحان جدا للنادي الاهلي بيوصل للمره السادسه ويبقى تاني نادي على مستوى العالم في البطولات موجود وموجود من اكبر الانديه اللي بيوصل للمرحله ديت. لو تفتكر ايام البطوله الافريقيه كنا مدى سعادتنا بالحصول على البطوله عشان نوصل للمرحله دي. صحيح. البطوله دي بطوله شرفيه كل واحد بيظهر فيها أقوى ما عنده وأحسن ما عنده فنيا وماديا كمان علشان برضو الناس تبقى عارفة أن أنت بتستفيد ماديا استفادة عالية جدا بتعود على اللعيبة وتعود على النادي اللي بيصرف مصاريف كبيرة جدا على ألعاب مختلفة. فالاستفادة الأدبية والاستفادة المادية. بالنسبة للمباراة أنا شايف هي مباراة فنية بين فرقتين. فرقة عندها خبرات قليله مدعمه تدعيم كبير جدا يمين ثلاث لعيبه بمبلغ خرافي عدى 27 مليون دولار لمده شهر علشان البطوله دي. انت عندك من الخبرات لمده شهر تم التعاقد مع ثلاث لاعبين لمده شهر لانه بن عطيه جايبينه مش عارف من اسبانيا في الاثنين لعيبه جايبينهم من اوروبا فحاجه يعني ايه يعني يقضوا البطوله يقضوا البطوله ويمشوا يعني. فطبعا هم ما عندهمش الخبرات. الانسجام طبعا لسه مش موجود. عندهم مشاكل في خط الدفاع. عندهم القوه الضربه عندهم في خط الهجوم. ما فيش خبره خالص في البطولات. انت في البطولات اللي زي دي اللي هي ما هياش دوري يعني خروج مغلوب. فالبطولات دي بتبقى محتاجه مدير فني عالي لعيب عندها خبرات لعيب عندها طعم البطوله بيبقى في بقهم بالبلد بتاعنا. ايوه طبعا طعم البطوله بيبقى عارف ان هو في مرحله معينه بيحصل على البطوله نتيجه التجارب اللي مرت عليه في العديد من البطولات. مجرد وصولك انك انت في البطوله دي ده بقول لكل الاهلاويه وجمهور النادي الاهلي والشعب المصري كله ما بعده انجاز. الماتش ده وارد فيه المكسب بنسبه كبيره وارد فيه انه ما يبقاش فيه توفيق. فانما لازم ابقى فخور جدا بالنادي بتاعي ان انا وصلت للمرحله الكبيره ديت ان انا للمره السادسه. ريال مدريد اقل مننا. ريال مدريد اظن خمسه برشلونه مش عارف ثلاثه. فتخيل انت سابق الانديه الكبيره قوي دي. صحيح. اللي ميزانيتها ميزانيه دوله. يعني ريال مدريد وبرشلونه دول مش عارف كام مليار يعني حاجة كبيرة جدا. المباراة هتبقى سجال ما بين المدربين وما بين اللعيبة. أنا بشوف من واقع الخبرة البسيطة بتاعتنا إن أنت كلعيبة في الملعب والتقل بتاع اللعيبة والأداء وخبرات موسيماني والخبرات المدرب اللي يتولى الدحيل أعتقد في فرق كبير.
طيب كابتن عادل، طيب انا لسه هسال حضرتك والله، خلينا امير معك. امير مهم. امير جاهز. نطمن، عايزين نطمن. طيب نروح لزميلنا العزيز امير هشام ورساله من كواليس بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. امير بنصبح عليك في البدايه انا وكريم وكل جمهور النادي الاهلي، صباح الخير. صباح الفل عليك يا نهاوند، تحياتي ليكي ولكريم والكابتن الكبير طبعا كابتن عادل طعيمه، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بص يا امير سريعا عندي نقاط كده، وطبعا هترك ليك المساحه ان انت تطلعنا على الجديد، ولكن اكيد النهارده المسحه الرسميه هتكون، خلينا نعرف كده التفاصيل، التوقيت بس ان شاء الله هيكون امتى ولا هي تمت، يعني خلينا نتعرف على المسحه الرسميه والاخيره دي حاجه. تاني حاجه كنا سمعنا ان مفروض كان في شويه كلام ان في غضب بسيط من موسيماني قبل اجاييه لان كان في زياده في الوزن، هل الكلام ده حقيقي او لا؟ ولو كان حقيقي مدى تاثيره على مشاركه اجاييه؟ الحاجه الثالثه اللي برضو عايزه اعرفها منك ومهمه جدا، يعني اكيد الروح المعنويه والمدى الجاهزيه هنا الفنيه كمان للفريق. اتفضل يا امير. طيب خليني اقول لك في البدايه يا نهاوند ان النهارده المسحه كانت المسحه الرسميه من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم لبعثه الاهلي بالكامل، ودي كانت في تمام الساعه 9 صباحا، وكل افراد البعثه طبعا عملوا المسحه دي، نتيجتها باذن الله تخرج على اخر اليوم النهارده يعني، وباذن الله الكل يكون سليم والكل يكون عينته سلبيه عشان باذن الله الفريق بالكامل يكون متاح بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني. لكن فيما يتعلق بجونيور اجاي ما فيش اي مشاكل خالص لجونيور اجاي مع مستر بيتسو موسيماني، امبارح اجاي كان بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا، ما فيش اي حاجه خالص، مشارك كمان في التقسيمه، الامور جيده. هو اجاي ممكن يكون بعيد شويه الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه اللي كانت في نهائي القرن واللي كان من خلالها، او المباراه اللي كان من خلالها الاهلي تاهل لكاس العالم للانديه، ف الامور طبيعيه ما فيش اي مشاكل خالص ما بين بيتسو موسيماني وجونيور اجاي، واللاعب متاح بالنسبه للمدير الفني على حسب رغبته في الدفع بيه في المباراه او لا، دي حاجه ترجع لموسيماني بكل تاكيد. ده فيما يتعلق كمان بجونيور اجاي. السؤال الثالث بقى كان ايه؟ فكريني. كان الروح المعنويه مهم ان الجمهور يطمن عليها ومدى الاستعداد، وفكره هنا كمان الجاهزيه الفنيه عايزين نطمن منك يا امير. في بنون كمان عايزين نطمن عليها. وبدر بنون طبعا ان الاصابه يعني اللي طيب كنا ذكرناها. الجاهزيه الفنيه اكيد هكلمك عن بدر بنون وهنطمن كل جماهير الاهلي باذن الله، لكن انا عايز اطمن الجمهور بخصوص الحاله المعنويه والفنيه في اعلى معدلاتها في الحقيقه، الكل جاهز، الكل يعني مستني المباراه خلاص، التركيز عالي جدا جدا، دراسه فريق الدحيل تمت على اكمل وجه من قبل مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين من خلال المحاضرات المختلفه اللي كانت على مدار الايام اللي فاتت، وكمان النهارده هيكون في محاضره مهمه كمان بالمناسبه لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين عشان يضع النقاط الاخيره بخصوص كيفيه يعني خوض هذه المباراه الهامه في بدايه مشوار الاهلي باذن الله في كاس العالم للانديه. لكن الأهم بقى وبخصوص بدر بنون والكل طبعا يعني عايز يعرف آخر التطورات بخصوص إصابة اللاعب، خليني بس أحكي بعض التفاصيل كده بخصوص بدر بنون. امبارح في التمرين في آخر بالتحديد 5 دقائق في التقسيمة، يعني هو كان بيأدي التقسيمة بشكل أكثر من رائع واللاعبين كلهم شاركوا بشكل مميز جدا في الحقيقة، التقسيمة كانت على الملعب كله كأنها مباراة ما بين فرقتين، فبالتالي بدر بنون في آخر 5 دقائق تحديدا في كرة مشتركة كده رجله يعني فيها كدمة، خد كدمة في الكاحل، ما قدرش إن هو يكمل التقسيمة خرج، فعلى طول طبيب الفريق دكتور أحمد أبو عبلة في الحقيقة طبيب مميز جدا يعني لف الكاحل بالنسبه لبدر بنون مع وضع ثلج، وبدر ما كانش قادر يمشي شويه بعد التمرين مباشره او بعد ما خرج من الملعب مباشره، دخل غرفه خلع الملابس بعديها بنص ساعه لما اللاعبين خلاص التمرين وخلصوا يعني غيروا ملابسهم داخل غرفه الملابس، كان الوقت استغرق حوالي نص ساعه لحد اما ابتدوا يركبوا الاتوبيس الخاص بيهم عشان يرجعوا للفندق، وهو خارج من الغرفه بتاعه الملابس كان ابتدى يدوس
يدوس على رجله بشكل افضل بكتير عن اول وهله للاصابه يعني. فده شيء طمأن الجهاز الطبي بشكل كبير وطمأننا كلنا في الحياه كبعثه، كلنا كنا متابعين التمرين ويعني اتضايقنا شويه ان بدر تعرض لكدمه زي دي وما قدرش يكمل التمرين. الحاله ايه بقى؟ كان في قلق شويه ان ممكن الكاحل يورم، لو كان ورم كان هيبقى فيه مشكله وما كانش هيلحق بدر بنون المباراه. حتى الان فرص لحقه اكبر من فرص ابتعاده عن المواجهه. بدر بنون رجله الحمد لله ما ورمتش، الامور النهارده الصبح شايفينه وهو رايح يعمل المسحه بيمشي على رجله بشكل افضل كمان من امبارح بكتير. على مدار اليوم هيكون في متابعه على طول بالنسبه لحاله بدر بنون لحد قبل المران اللي هيكون الساعه 8:30 بالليل، هتكون القصه وضحت بشكل اكبر بالنسبه للاعب. لكن خليني اكد برضو على كل جماهير النادي الاهلي ان فور وصول اللاعب امبارح لمقر الاقامه هنا في المونديال كان في جلسات مستمره من خلال طبيب الاهلي دكتور احمد ابو عبله مع اللاعب، جلسات على رجله لغايه الساعه 2 بالليل كمتابعه بالنسبه لحالته وبالنسبه للكاحل بالنسبه لبدر بنون. الامور في الحقيقه كانت مطمئنه نسبيا، وباذن الله تعالى باذن الله تعالى فرص لحقه زي ما قلت لك يعني هوند بالمباراه اكبر بكتير من فرص ابتعاده عن المواجهه. نتمنى ان باذن الله النهارده يقدر يشارك في التدريبات، برضه في فرص كبيرة انه يشارك باذن الله في التدريبات، والامور الحمد لله جيدة مش بالصورة اللي احنا كنا متخيلينها امبارح واحنا في ارضية الملعب مع نهاية المران. يعني خلاص كلنا قلنا ان بنسبة كبيرة ممكن بدر ما يلحقش، لا بدر باذن الله فرصه قائمة وبقوة للمشاركة في المباراة، والرؤية تتضح ان شاء الله مع نهاية هذا اليوم. خليني كمان اقول لك بقى بالمناسبة بعض الكواليس بتتعلق بالبعثة هنا. النهاردة هيكون بعد ما المسحة خلاص اتعملت النهاردة الساعة 2 تحديدا بتوقيت المونديال هيكون في اجتماع فني بالنسبة للفرقتين، هيكون من خلال الفيديو كونفرنس ومن خلاله هيتم الاستقرار على كل الأمور اللي بتتعلق بالمباراة، سواء الزي الخاص بكل فريق، مواعيد الوصول، كل الأمور اللي بترتيبات اللي بتتعلق بما قبل انطلاق مباراة الأهلي و بإذن الله في أولى مباريات المونديال. بعدها الأمور هتبقى طبيعية لحد ميعاد المحاضرة اللي هتكون في تمام الساعة 7:15 تحديدا، وبالتالي بعدها توجه الفريق لملاعب التدريبات. ملعب التدريبات بالمناسبة هيكون هو الملعب اللي اتمرن عليه الأهلي على مدار الأيام اللي فاتت، مش هيكون الملعب اللي فيه المباراة أو اللي هيستضيف المباراة ده طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. لكن بالمناسبة أيضا هيكون في مؤتمر صحفي بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي كابتن النادي الأهلي، ده هيكون على الملعب بقى اللي هيستضيف المباراة، وده هيكون مؤتمر صحفي افتراضي من خلال الفيديو أيضا مع بعض الصحفيين، و هيبقى في نظره كده ومعاينه للملعب وارضيته من قبل موسيماني وايضا كابتن الفريق محمد الشناوي. ده هيكون قبل المران مباشره اللي هيكون في نفس المكان اللي كان عليه تدريبات النادي الاهلي على مدار الايام اللي فاتت. الاستعدادات ماشيه بشكل جيد جدا، الكل يعني متحمس بشكل كبير لاسعاد جماهير النادي الاهلي باذن الله تعالى من خلال اول مواجهه باذن الله. أمير طمنتنا، يعني بنشكرك جدا على التغطية دي، وأكيد تغطيتنا مستمرة زي ما متعودين مع حضراتكم على قناة الأهلي. شكرا ليك يا أمير جدا. عودة لضيفنا العزيز كابتن عادل طعيمة، ويعني اطمنا نسبيا، هنقول نسبيا على بدر، شايف أنا رياكشنات حضرتك مع كل كلمة يقولها زميلنا أمير، وأنت إيه في قلق كده وترقب، فربنا يصلح الحال ان شاء الله ويكون بكره بدر بنون جاهز باذن الله. انا عايز اسال حضرتك على حاجه، علما ان انا مدرك تماما ان لكل مقام مقال وان كل بطوله وليها تفاصيلها وليها ملابساتها، ولكن لو رجعنا كده شويه بالزمن لورا وتعادل ثلاث مرات حصل مع النادي الاهلي في ثلاث مباريات في الدوري، زائد ان لوحظ في الفتره الاخيره ان في تاخر نسبيا في احراز الاهداف من قبل النادي الاهلي، هل دي امور تدعو لو ابتدينا بقى نروح ونرجع تاني بتركيزنا على المونديال، ولا فعلا لكل مقام مقال؟ لا، هو في الاهداف بتتاخر، ده مش مقياس ان الفرقه كويسه او وحشه. طالما انت بتوصل للهدف بتاعك، توصل للمرمى وتشكل خطوره، وبعدين في اوقات انت بتضيع اهداف، السبب ده ممكن يكون في ضغوط، ممكن يكون في تكرار المباريات، ممكن يكون في لعيبه لسه ما استعادتش مستواها. ف
فدي كلها حاجات المدير الفني لازم عامل حسابه فيها. مش عايز اتطرق للجانب التحكيمي، لان انت في المباريات الثلاثه في كل مباراه ليك ضربه جزاء او ضربتين جزاء. فالى جانب طبعا او هدف ملغي وهدف ملغي، فبرضه دي كلها حاجات ما هياش حاجه طبيعيه. لو الامور طبيعيه والفار الفار اللي احنا بنشوفه والعالم كله بيشوفه، الراجل بيجيب جول ما فيهوش اي مشكله، والحكام كلهم بيطلعوا، الحكام الكبار بيطلعوا يقولوا ده هدف، والبنالتي ما فيش عليه اي خلاف. فطبعا دي كلها حاجات مش منطقيه في كره القدم، لان كره القدم مفروض ان الحكم بيبقى قاضي، والقاضي دايما بيبقى عنده حته العدل وحته الامانه. الحاجه دي للاسف في الفتره دي الحقيقه فيه تحمل كبير جدا، وبشوف ان النادي المنافس احيانا بيبقى فيه ضربات جزاء ما بتتحسبش وحاجات تانية بتتحسب. طبعا احنا مش عايزين نخش ونقول ان التحكيم هو اكيد، لكن برضه هو جزء مهم. الاهداف بتتاخر، انما انت في الوضع الحالي انت ان شاء الله الماتش اللي جاي هتبقى متصدر الدوري. يعني انت الزمالك امبارح بيتغلب من غزل المحله، الاهداف ما هو يعني برضه هو صحيح جاب هدف، المحله تعادل وفي اخر دقيقه جه جول. المباراه 90 دقيقه، للوقت الضايع بتبقى 96 او بتبقى 100 دقيقه. فانت طالما انت بتاخد الثلاث نقاط اللي انت محتاجهم من المباراه، هو ده الانجاز بتاعك. احيانا ودايما النادي الاهلي دايما على مدار تاريخه دايما بيفصل المباراه او بينهي المباراه في الدقائق الاخرانيه في الوقت بدل الضايع. فدي واحنا صغيرين في النادي كنا بننتظر للدقيقه 92 تبص تلاقي كابتن صالح طالع وبيحطها بدماغه، الناس بتبقى قاعده منتظره. انت شايف الكونفدراليه في الدقيقه 96 متعب بيجيب الجول في الدقيقه 96، هل الجمهور كان ماشي؟ الجمهور قاعد بيتفرج وهو متاكد ان ربنا هيكافئ، لان النادي ده مليان ناس غلابه وناس بسطة وناس ودعوات الملايين ودعوات الملايين الموجودين في مصر، وفي اكيد فيهم ناس دعوتهم مستجابه. وانا بخص دايما الناس العمال اللي شغالين طبعاً. لانهم بياخدوا مكافاه، من لما الاهلي بياخد بطوله بياخدوا مكافاه، فتبقى دايما الدعوه طالعه كده الى كان طبعا حبهم وولائهم للنادي اكيد. فطبعا دي ما فيش شك انها بتؤسف، لكن انا مع حضرتك انه جمهور النادي الاهلي دايما طماع وعايز يكسب من اول دقيقه. لما بتتاخر شويه عايزين نقول ان ده سلبي، لا مش سلبي. انا ممكن جدا وانا بلعب الشوط الاولاني بيبقى التيم اللي بيلاعبني غير ما بيلعب اي فرقه ثانيه. صحيح، انت بتلعب النادي الاهلي بتبص تلاقي اللي متخاصمين بيتصالحوا، المكافئات بتطلع، كل حاجه بتتعمل، ومجرد ما انت على طول يعني بتلعب النادي الاهلي. فتبقى دايما الشوط الاولاني 45 دقيقه دفاع مستميت وقتال، والشوط الثاني اللياقه البدنيه اكيد بعد انت ما بذلت كل جهدك ما وزعتهاش على 90 دقيقه، بتبص تلاقي اللياقه البدنيه بتاعتك انت ما وزعتهاش كويس، بتنزل انت لياقتك كويسه، فبتبتدي الشوط الثاني يعني تجيب بقى الفرص بتاعتك والاهداف بتاعتك. طيب كابتن عادل، ولو اني هختلف اختلاف صديق يعني كده، اختلاف جميل، اختلاف الاصدقاء على الشق بتاع ان احنا بنكسب يعني جزء من مكسب الاهلي بالدعاوي، يعني اكيد لا مش عشان برضه الناس الغلابه، يعني مش ده الاساس. احنا ال 90 دقيقه دي سمه من سمات النادي الاهلي، وهي زي ما حضرتك قلت ممكن يكون ايه، هو بيستنزف الفرقه الاخرى لغايه لما يجي بقى ساعه او دقيقه الحزم زي ما بنقول، دي سمه من سمات النادي الاهلي. انا عايزه اروح مع حضرتك لفكره هنا الماتشات الاخيره كمان اللي الاهلي لعبها. احنا لعبنا ثلاث فرق برضو قويه، البيراميدز، الزمالك، الوداد، اعتمدنا شويه على التنظيم الدفاعي خلينا نقول. برضو الدحيل احنا بنعتبرها خصم قوي كده، او ما نعتبر فريق او خصم قوي جدا. حضرتك وجهه نظرك، وده استكمالا برضو لنقطه كريم، فكره ان احنا ما بقيناش نحرز اهداف من الدقائق الاولى، هل بتعتقد ان احنا خطتنا هتبقى برضو تنظيم دفاعي في المباراه القادمه، ام احنا هنعتمد على احراز الاهداف في الدقائق الاولى؟ النقطه الاولانيه برضو علشان اللي انت اختلفتي معايا فيها، هو النادي الاهلي مش فيه اسباب، فيه اداره بتوفر اكيد وبتجيب جهاز فني وبتجيب لعيبه بتتمرن كل يوم بالظبط وبتكافح، في مجهود وفي طيب كفاح وفي التوفيق. خطه التوفيق ده نسبه من عند ربنا طبعا. هو قفشه لما عملها كده وراحت كان توفيق من ربنا؟ ايوه بس مش ولا هو كان دعاوي يعني بس لا ما هو الاسباب
وبعدين في التوكل على الله. أنا مش متواكل، ده كل شيء. أنا مش متواكل، إنما أنا بأدي الواجب بتاعي، بذاكر كويس، بمتحن كويس، التوفيق بتاع ربنا ونعم بالله. بقول في سنة 81 وإحنا بنلاعب كوتوكو في غانا، وكان الماتش غير طبيعي، ومع ذلك إحنا تعادلنا معاهم بكورة. الملعب لا فيه ملعب ولا فيه، والجمهور حاجة أصحار معمولة في الملاعب ولا ربنا. توفيق ربنا كان مهم جدا، بس توفيق ربنا مع المجتهد ده لنا صدر. بقول الناس الغلابة اللي موجودين في العمال الموجودين، مش معنى كده ان هم بس كده كانت كل الناس بقى ما اشتغلتش وتوكلت على ربنا، ما اقصدش كده. الحاجة التانية برضو حتة الفوز لما بيتأخر، انا بوصل عايز اطمن الناس، انت بتوصلي للجول ولا لا؟ أي. من اول دقيقة احنا عاملين خطورة على الثلاث خشبات، اهداف بتضيع. الاهداف اللي بتضيع ديت نتيجة، انا بقول وبعيد وبكرر 100 مرة، الراجل من يوم ما جه السوماني الجهاز الفني بتاعه ما خدش اسبوع للتمرين، يعني هو 72 ساعة، يعني هو اول ما جه 3 ايام كان بيلعب في الدوري وبعدين دوري وبعدين دوري وبعدين طلع على الوداد ماتشين الوداد، وشوفنا احنا قد ايه كنا بنيجي هنا، هو ده. والقناة الاهلي كان كل الضغوط على الوداد المغربي، الوداد المغربي وقوة الوداد المغربي، لدرجة ان انا احيانا انا قلت هنلاعب ايه بقى، منتخب العالم بقى ولا لدرجة ان انا والله بقيت مشفق لو في لعيب بيتفرج. انت بقيت كرة قدم انت، وبعدين احنا افضل، واتضح ان احنا افضل، كسبناهم هناك وكسبناهم هنا بالجهد وبالعرق وبالإدارة اللي بتوفر وباللعيبة اللي عندها الروح القتالية لآخر دقيقة، بالتمرين اللي على أعلى مستوى، بالروح، بالعيلة، ثم بتوفيق ربنا وبدعاء الناس اللي احنا بنتمنى الفوز. لما بتأخر احنا بنشوف برشلونة وريال مدريد، ريال مدريد طالع من كاس من تيم درجة ثالثة السنة دي، من تيم من أسبوعين تيم درجة ثالثة، نطلع ريال مدريد من الكاس، كاس أسبانيا. برشلونة كسب بالعافية 1-0 أو 2-0 في الدقيقة الأخرانية. الكرة ما هياش أنا بنزل من أول دقيقة لازم أجيب جول، مين قال كده؟ مين قال كده؟ وأنا ما ينفعش تتحسب بالورق والقلم. أنا بررتها وقلت لك إن التيم اللي بيلاعب النادي الأهلي بيحصل إيه؟ من أول دقيقة في نوع من الحرص الشديد إنه ما يخشش فيه هدف، بيدافع بالعشرة وبالحداشر، فأنت وما بيلعبش حتى على المرتدة، ده واقفين قدام المرمى، وبعدين بيبقى فيه سنة عنف، وبعدين بيبقى فيه برضه سنه عدم توفيق من الفار او من الحكم. كل الامور دي، ومع ذلك احنا مع كل الضغوط ديت المدرب ما اشتغلش، لسه ما اشتغلش لانه ما خدش اسبوع او 10 ايام عشان يقول الفكر بتاعه. حاسسينك ان احنا هختم حضرتك في حاجه ليها علاقه بالكلام ده. هو فعلا الدوري اصلا العالمي، يعني مش هتكلم الدوري المصري بس، بيشهد اختلاف او موازين مختلفه جدا. احنا شفنا في الدوري الانجليزي فرق فعلا صعدت وفازت على فرق يعني درجه اولى وكناش متوقعين ده، يمكن كان استون فيلا وليفربول. برده شفنا في الدوري الاسباني زي ما حضرتك بتقول الدوري المصري، حتى من وجهه نظر بعض النقاد ان الدوري الحالي المصري برضو بيشهد او ربما سيشهد برضو صعود بعض الفرق اللي هي مش متعودين عليها ان هي تنافس على المراكز الاولى، ويمكن ده شفناه برضو في بعض الفرق اللي تألقت مؤخرا من ناحيه سيراميكا، وانا قلت الكلام ده قبل كده، والمقاولون العرب وغيرها، يمكن كمان الجونه. فيعني اعتقد في مفاجآت فعلا في الدوري الحالي هيكون. هو الدوري الانجليزي حضرتك في نظام كنت احنا دايما زمان بالنادي بيه، الانديه اللي بتبقى صعبه والانديه الامكانياتها الماديه ضعيفه، الاتحاد بيدعم الانديه دي بفلوس كبيره قوي علشان يخلي المنافسه تبقى قريبه. يعني احنا النهارده لما طلع سيراميكا وطلع البنك الاهلي، دول عندهم امكانيات، في الامكانيات الماديه بيجيبوا لعيبه، اشتروا لعيبه، بيجيبوا اجهزه، فعندهم الامكانيات الماديه. انا يمكن بختلف مع في الحته دي، ان انا الكوره لعبه شعبيه، لعبه جماهيريه. ممكن نروح فاصل عشان معلش انا اسف، هنروح فاصل سريع ونرجع للنقطه اللي كابتن عادل بيتكلم شانها. متفائل جدا لهذه المباراه، وان شاء الله هنكسب 2-1 ان شاء الله، يعني ممكن نكسب 2-0 يعني مع توافق يعني اللعيبه وكده، بإذن الله نكسب 2. ان شاء الله الاهلي يعمل ماتش كويس مع الدحيل، وان شاء الله نفوز بنتيجة 2-1. إن شاء الله الأهلي يكسب 3-0.
ان شاء الله فوز الاهلي 2-1، والدحيل برضه مش فريق سهل لان فيه محترفين كتير. ان شاء الله النادي الاهلي يرحنا بره ويشرفنا، وان شاء الله توقعاتي 2-0 للاهلي. يعني ماتش هيبقى سهل ان شاء الله على لعيبه الاهلي عشان هم رجاله، وان شاء الله نكسب. يعني النتيجه هتبقى على الاقل 2-1 لينا ان شاء الله بامر الله. اذا عدينا ان شاء الله يعني هيبقى 1-0 1-0 او 2-1 بالكتير، يعني مش هتزيد عن كده، لان هي دي المباراه الافتتاحيه، هتبقى صعبه جدا يعني. ان شاء الله ان شاء الله. انا متخيله ان عقده بالي هتتفك هناك باذن الله، وهيجيب ان شاء الله جون، ومحمد شريف بقى يكمل عليهم ان شاء الله. ان شاء الله 2-1 للاهلي. الماتش هيبقى صعب، بس الأهلي أداء وقدود ومعودنا على الانتصارات، وإحنا عندنا الروح. مش هيبقى ماتش سهل، بس إحنا برضو بطل أفريقيا، يعني إحنا قدها إن شاء الله لعيبة لو مركزة هنعدي بإذن الله، ونقابل البايرن بقى ساعتها إن شاء الله نعمل علينا والنتيجة بتاعت ربنا بإذن الله. إن شاء الله نكسب 3-0، وإن شاء الله أفشة يدخل الجون يعني يعرف يخلينا نتقدم شوية ونكسب نلعب البايرن، إن شاء الله نكسبه. إن شاء الله 2-0 للأهلي، وهنجيب مركز إن شاء الله في كأس العالم. طبعا امال كل الاهلاويه يعني قويه جدا ان شاء الله، والدعوات لا تنقطع. عوده لضيفنا العزيز كابتن عادل اللي كنا بنتكلم معاه في تفاصيل كثيره ليها علاقه ب طبعا مونديال العالم لكره اليد ومشاركه النادي الاهلي فيه. ايه ده؟ لكره القدم، انا اسف، لكره القدم ومشاركه الاهلي فيه. وكان عندي سؤال لحضرتك كابتن عادل بعد اذنك. هو المفترض ان فكر المدرب بينعكس في الملعب من خلال اداء اللعيبه، لكن مع هذا ساعات بنحس ان في مباريات معينه انت كده بتستشعر وانت قاعد بتتفرج عليها ان الماتش ده مش بين اللعيبه، الماتش ده بين الاثنين مدربين بشكل صريح. الثانيه بيحصل فيها العكس، بتحس ان كان اللعيبه هم اللي بيلعبوا من دماغهم ومن نفسهم من غير ما يكون في تنسيق قوي مع الـ 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 يعني المدربين. ف الى اي درجه الكلام ده ممكن يتحقق في مباريات مهمه وقويه؟ هل اللعيبه لازم يعني ينفذوا بحذافير كل حرف اتقال لهم من المدرب، ولا ساعات في الارض نفسها على ارضيه الملعب بتحصل امور ممكن تخرج اللعيبه عن الاطار العام المتفق عليه او عن الخطه الموضوعه مسبقا؟ عشان كده دايما المدير الفني احنا لازم نحسن اختياره، علشان بيبقى قادر ان هو يسيطر على اللعيبه ينفذوا الكلام اللي هو بيقولوه. زي ما بتقول حضرتك، والمدير الفني لما بيعمل محاضره بيقول احنا هنلعب بالشكل الفلاني، فلان هيدافع بالطريقه الفلانيه وفلان هيهاجم بالطريقه الفلانيه. كل لعيب بيبقى بيضيف للكلام بتاع المدير الفني ملامح شخصيته. لما يبقى في واحد على واحد المدير الفني بيقول له عدي عليه، طلع انت عندك المهاره، فممكن انت زي علي معلول. علي معلول لما توصل في الثلث الاخراني عايزك تبص للحته الفلانيه، ممكن علي معلول يضيف على الكلام بتاع المدير الفني حاجه، لان هو عنده الموهبه وعنده المهاره ان ممكن يضيف على كلام المدير الفني. المدير الفني زي ما حضرتك بتشوف القائد الاوركسترا بيبقى قدامه الكمانجات والحاجات دي وبيبتدي يشغل بايديه. المدير الفني نفس القصه، لما في واحد بيعمل حاجه شاذه بيروح على طول حاجه مش مظبوطه يعني، على طول بيروح راجع ويصلح. ده بينعكس على الفرق الكبيره لما يكون المدير الفني عامل السيطره دي على اللعيب. في فرق طبعا للاسف بيبقى اللعيبه ما تربتش من صغرها على احترام المدير الفني. بص بقى، بمناسبه المدير الفني كابتن عادل، الصوره دي اعتقد اكبر دليل، او هي بتتكلم لوحدها. يعني راي حضرتك ايه في ده؟ ودي مش اول صوره يتم فيها كده نوع من الحميميه بين يعني كابتن بيبو واللعيبه، دايما هو حريص ان هو يتعامل معاهم كاولاده فعلا يعني. طبعا ما هي دي، احنا حضرت انت الانتخابات ولا العيله؟ عيله النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي رئيس النادي هو الاب للعيبه والاب للناس كلها. وشفنا الجهاز الكابتن سيد والكابتن سامي، وشوف اللعيب بيبقى حضنه ازاي، فده طبعا
بيقول ان ده عيله. وتكررت النادي الاهلي اتكررت مع قفشه، اتكررت مع مروان، اتكررت مع وليد سليمان، يعني اتكررت مع الناس او لعيبه كتير. ما كل اللعيبه، ما هو يعني ما فيش فرق بين لعيب ولاعيب، كل اللعيبه كل اللعيبه كلهم نفس المعزه، لان هم هو ده التيم، هي دي العيله. فرئيس النادي كمان لما بيبقى متواجد بيتحصل الالفه وبيحصل اهتمام، وخاصه لما بيكون نجم يعني وصل لمرحله كبيره، فاللعيبه دايما بتبقى واخداه قدوه وبتنفذ كلامه. احنا شفنا قبل كده لما لعيب بيبقى عايز يجي النادي، فرئيس النادي بس مجرد مكالمه على طول بيجي. فدي طبعا دي حاجات كلها بتضيف للعيب. طب بيتسو موسيماني برضو بذكر بقى، هنا بنتكلم الجهاز الفني ورئيس النادي، علاقة برضو اللعيبة وبمنتهى يعني المجاملات، مش عايزين مجاملات حتى، من وجهة نظر كابتن طعيمة ازاي بتشوف علاقة موسيماني باللعيبة؟ لان اختلف فيها البعض، قال لا دي علاقة فنية فقط، اللعيبة بيحاولوا بس ان هم يثبتوا له قد ايه هم جيدين، والناحية الرأي الاخر بيرى بالعكس، العلاقة يمكن من افضل العلاقات اللي كانت موجودة بين فريق الاهلي ومدرب او مدير فني ليه يعني، وقارنوها حتى بمانويل خوسيه. فحضرتك رأيك ايه؟ الكلام ده انا قلته معاكم. موسيماني اول ما جه قال لهم هتلعبوا بالطريقه الفلانيه، حصل ايه؟ حصل اقتناع وتنفيذ، مش اقتناع بس. قال لهم احنا بنلعب المقاولين العرب، هنضغط من تحت، وبعدين هنبدا يا شناوي وعلى مسؤوليتي ابدا من تحت، مش هتحط كوره على 6 يارده وتشوط وتبقى الكوره بقى 50-50، لا هنبدا الكوره من تحت، ولو هناك حصل خطا ادى للعيبه الثقه اللي كانوا فاقدينها في الفتره الاخرانيه. أيوة من فايلر. صح. اقتنعوا بكلامه، نفذوا كلامه. احنا شفنا في ماتش ايه، شفت فرقه ما عدتش الخط السنتر، شو 45 دقيقه انبي ما عدش خط السنتر نتيجه الضغط القوي جدا، وبعدين بتستحوذ على الكوره في اقل وقت، وبعدين على طول بتشكل خطوره. في احيانا البعض بيحاول ينال من النادي الاهلي، هينال من النادي الاهلي ازاي؟ انه يعمل فرق بين اللعيب وبين المدرب، بين رئيس النادي وبين المدير الفني، ودي احيانا بتنجح مع بعض الانديه اللي هي ضعيفه، اللي ما عندهاش اعلام قوي وما عندهاش مبادئ قويه زي ما هي موجوده في النادي الاهلي. صحيح. النادي الاهلي بيجيب مدير فني كريم نهوان، بيجيب مدير فني ما بيحاسبوش في نهايه الموسم. صح تغلط زي ما انت تغلط، بالعكس انت عايز ايه؟ عايز فلان هجيبه لك، عايز فلان هجيبه لك، كل الدعم في الاخر. في الاخر انا هحاسبك، انما ما اجيش بعد ماتشين ثلاثه اقول لك ده اللي بيدي الثقه في بس حضرتك بتقول حصل ايه؟ حصل اقتناع وتنفيذ. هو في مساحه لعدم الاقتناع وبالتالي عدم التنفيذ؟ يعني في علاقه المدير الفني باللعيبه يعني بشكل عام، سواء هو مدير فني مستجد انضم مؤخرا او بقى له فتره طويله مع اللعيبه، هو عموما في العلاقه الثنائيه دي في مساحه لعدم الاقتناع؟ يعني في مساحه ان اللعيبه يقول للمدرب لا احنا الكلام ده مش منطقي من وجهه نظرنا، ولا هم مضطرين ينفذوا؟ لا مش مضطر، لا هو بيقتنع. ليه بيقتنع؟ ان الراجل اللي بيقول له على حاجه هو محتاجها، هو محتاج الثقه دي. فايلر انا ياما اشدت بيه في الدور الاولاني، الدور الثاني من ساعه ما جه انا يعني كنت حتى في القناه من حال المباريات كنت بقول الراجل مش في حاله طبيعيه، في التشكيل في التغيير في كل حاجه كان بيعملها ما كانتش مظبوطه. انا لما بقتنع بيك بقتنع بيك على اي اساس؟ انت بتديني حاجه هي موجوده عندي انت بتديهاني. صح. لعيبه النادي الاهلي ما تقدرش تبدا من تحت، دي ابسط حاجه في كره القدم. ان اللعيبه اللي عندك الكباتن الكبار دول ما قدرش الشناوي يبدا الهجمه من تحت ازاي؟ فانت الحاجه دي كان فاقدها. المدير الفني بيقول له حط الكوره وشوط، فين الجمل اللي انت بتعملها؟ النهارده الراجل بيعمل جمل في الكورنر، في الفاولات، بيعمل في البدايات، بيعمل الضغط. احيانا اللعيب لما بيحصل انه بعدين هو طبعا الناس الشعب المصري كله والنادي الاهلي فوجئت بان النادي الاهلي بيجيب مدرب افريقي مش مدرب اوروبي. النادي الاهلي طول عمره بيجيب من المانيا، بيجيب من البرتغال، فطبعا بس يعني كان اختيار موفق زي ما احنا بنقول فعلا. كابتن عادل احنا كان معانا سؤال في السوشيال ميديا في بدايه الحلقه، وكنا بنقول للجمهور العريض الاهلي وجه رساله للفريق طبعا قبل ماتش بكره وهو في المونديال. فبعض الناس والمشاهدين بيبعتوا، ده جزء برضو عايزه ادقق حضراتكم، ده جزء من اللي اتبعت عشان نقدر بس ان احنا نقراه. نبدا
البداية مع يا رب سترك ورضاك اسم الله صاحب الأكاونت أو الأكاونت يعني بيقول أشكرك على الكلام الجميل وبيقول ربنا معاك يا أهلي وإن شاء الله تكسب وتفرح قلبنا دايما أعظم نادي في الكون. ومجدي عبد الله بيقول كل التوفيق والدعم لأعظم نادي في الكون، عندنا أمل كبير كبير في لعبتنا والأهلي دايما معودنا أن ما فيش صعب ولا مستحيل. شوف برضو من بعض الرسائل كابتن عادل معانا، اسلام لومه بيقول ان شاء الله تشرفونا وتشرفوا الاهلي وتشرفوا مصر كلها، انتوا قادرين على ان انتوا تصنعوا تاريخ وتفرحونا بالاداء العالي والمكسب ان شاء الله، 11 راجل في الملعب قادرين على المكسب والاهلي حكايه حياه. شوف ده اصلا اسمه كده، صباح الورد والجمال على اجمل ابتسامه من كريمه ونهاوند، شكرا لحضرتك. اللهم بحق من له ملك السماوات والارض وهو على كل شيء قدير ينصر الاهلي على الدحيل والبايرن. الجمال فؤاد احمد بيقول بالتوفيق والنجاح يا اهلي وطول عمرك صاحب الانجازات الكبيره، لابد ان نحافظ على ترتيبنا بين فرق وصفوه العالم، احنا خدنا مركز ثالث ورابع في البطوله دي وهذا الجيل الحالي يستطيع عمل ما فعله الجيل السابق وبجداره ان شاء الله كلنا معاكم وتحيا مصر. وائل بيقول عندنا ثقه في الله وفيكم يا رجاله الفوز ان شاء الله. يحيى فوز الاهلي ان شاء الله باي نتيجه وانا متفائل خير للاهلي. أحمد الريان احتفلوا ببطولة غابت عننا لمدة 7 سنين، عيشوا الواقع، أنت ليس في حلم، قدموا نفسكم لعالم نحن نثق فيكم. حلوة حلوة الرسالة دي على فكرة. أحمد يوسف إن شاء الله نفوز والتوفيق يكون حلفنا، المهم نلعب بروح الأهلي وإحنا رايحين أبطال أفريقيا وهنرجع أبطال أفريقيا. أبو وعد بيقول ربنا معاكم يا أبطال وإن شاء الله نحقق الحلم وتفرحوا جمهور الأهلي. السيد البنا بيقول كونوا على قدر المسؤوليه نثق بكم جميعا وان شاء الله نوصل مكان بعيد في البطوله معاك يا اهلي. محمد محيي نثق فيكم يا ابطال، كونوا على قدر المسؤوليه كما عهدناكم دائما وكلنا معاكم وبنشجعكم والفوز لينا ان شاء الله. محمود المكاوي اللعيبه كلها رجاله وزي ما فرحتونا ان شاء الله بالاميره التاسعه هتشرفونا في المونديال ودايما رافعين اسم مصر فوق. عايز اقول لكم ان يعني انا فرحانه ان الناس بتبعتوا لاني متاكده كمان ان كل الرسائل دي هتوصل حتى لو مش لايف هتوصل بعد كده على السوشيال ميديا لكل اللعيبه لان هم كلهم عاملين فولو لقناه الاهلي، فهو كده كده رسائل حضراتكم ان شاء الله توصل لهم. في البدايه احمد السيد بيقول شكرا لعيبه الاهلي منتظرين منكم المزيد باذن الله. مروه محمد ربنا معاكم وبالتوفيق وان شاء الله نحقق الفوز على الدحيل بنتيجه كويسه باذن الله. خالد ابو جنات بيصبح علينا وبيقول ان شاء الله لعيبه الاهلي يشرفونا ويقابلوا البايرن باذن الله. ومحمد المغربي بيقول ان شاء الله ربنا معانا وهنقدر نفوز على الدحيل وكمان تعملوا مباراه يشهد لها العالم كله امام البايرن، عندنا ثقه فيكم يا رجاله. مصطفى السيد على العهد يا رجاله زي افريقيا خليكم فاكرين. معاذ محمد مستنيين اداء مشرف من كل لعيبه الاهلي ان شاء الله نتخطى الدحيل. احمد خلف لن ان شاء الله ربنا معاكم العبوا لعب جماعي وبروح الفانيلا الحمراء. ومصطفى كرم ان شاء الله ربنا معاكم يا رجاله مباراه صعبه ولكن قادرين على تخطي هذه المباراه. صبري صبيح ان شاء الله نتمنى التوفيق والفوز والمحافظه على انفسهم لان هم اهم حاجه عند كل الاهلاويه ويا رب يرجعوا بالسلامه واحنا كاهلاويه عندنا الثقه الكامله لعبتنا والدعم الكامل لوالتر بواليا وان شاء الله ربنا يكون معاه في مباريات كاس العالم للانديه وتكون فتح الخير عليه وعلى الاهلي. واخيرا وليس اخيرا كيمو الاهلاوي بيقول اهم حاجه التركيز والعبوا من اجل اسعاد الجماهير العظيمه فالاهلي كيان يناديكم لتكتبوا تاريخ حافل لكم ولناديكم. كابتن عادل من يعني الرسائل اللي احنا قرينا جزء صغير منها واكد مره ثانيه عشان بس الوقت انا بعتذر، لكن في كده روح مش فكره حد بيضغط، ما فيش حد بيضغط من الجمهور على ابدا الفريق، كل الجمهور بيدعم وفي نفس الوقت عنده ثقه وبيامل، فدي برضو روح حلوه جدا. هو ده الشعب المصري. ايوه هو ده الشعب. دي بالخلاصه هو ده الشعب المصري. انا مش عايز اضغط على اللعيبه برضو في بدايه كلامي انا قلت ايه، البطوله النادي الاهلي رايح علشان يشرفنا فنيا وماديا وادبيا، فبيلعب كويس النتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، بس انا هجتهد وبعدين بستفيد ماديا وادبيا ان انا العالم كله بيتفرج عليا، فالثلاث حاجات دول النادي الاهلي وصل لهم ان شاء الله هنكسب باذن الله تعالى. واحنا دايما متفائلين ان النادي الاهلي دايما لما بنروح مكان يبقى مشرف وجمهور هناك اللي قابل الفرقه في المطار اللعيبه لا يمكن هتخذلهم، كل واحد هيبذل اقصى عرق ممكن علشان يحقق الطموح بتاعه. في نفس الوقت احنا يعني وصلنا للانجاز اللي احنا محتاجينه، عشان كده الكلام الجميل اللي احنا بنسمعه ده جمهور راقي. خلينا بقى نختم زي ما سمعنا رساله الجماهير للعيبه النادي الاهلي، نختم مع حضرتك ورسالتك انت الشخصيه للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني.
اولا ثقتنا فيكم ملهاش حدود. صحيح. سواء الاداره، الجهاز الفني، اللاعبين، الجمهور، 80 مليون اهلاوي بيتفرجوا عليكم. اكتر بقى، اكتر دلوقتي، زدنا. ما هو 80 في مصر غير اللي بره في العالم كله. أكبر جمهور في العالم جمهور النادي الأهلي. يعني برشلونة هتلاقي كاتالونيا. صحيح في جمهور بره، بس اللي بيشجعك هنا 80 مش مفيش الأعداد دي. مفيش الأعداد دي. فثقتنا في الإدارة اللي هي موفرة كل حاجة. الجهاز الفني بيذاكر ليل نهار. اللعيبة محطوطين في كبسولة، ما بيتحركوش. كل التركيز، كل الحب، كلنا أمل إن أنتوا إن شاء الله ترجعوا مرفوعين القامة، معاكم أقصى مرحلة ممكن توصلوا لها. أنا بتمناها من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نوصل مركز أول. يا سلام. كانش مركز أول، يبقى مركز تاني إن شاء الله. ربنا يسرع الحال. هشوفنا بقى الماتش فين. حضرتك المرة اللي فاتت قلت لنا بتحب تقعد لوحدك وتصحى كده. لا لا، في البيت، لأن دايما لما حضرتك بقى تيجي تسأليني أقول لك، أو كريم يسألني أقول في الحتة الفلانية أنا عجبتني الحته الفلانيه، الحته دي ما عجبتنيش، فيبقى كل تركيزي وقدامي ان شاء الله كل ما في المباراه يعجبك. وان شاء الله واللقاء لينا مع حضرتك بعد كده نتكلم من خلاله بقى عن احتفالنا بالفوز. وان شاء الله يوم الاحد الجاي باذن الرحمن نهاوند تبتدي الحلقه بجمله صباح النصر. صباح النصر زي ما احنا متعودين، وزي ما الاهلي دايما معودنا باذن الله يا رب. وهنرجع نقول تاني معاك يا اهلي في الحلوه وفي المره، وعندنا ثقه، وده باين من الرسائل اللي كل جمهور الاهلي بيوجهها للعيبه بتوعه. باذن الله يرجعوا موفقين ان شاء الله. وكده حلقه نهايه الاسبوع، والاسبوع خلص بالنسبه لعشرة الصبح في الاهلي مع كريم ونهاوند. نشوفهم ان شاء الله الاسبوع الجاي. ان شاء الله على خير باذن الرحمن يوم الاحد الجاي، بدايه اسبوع جديد وحلقه جديده وعشرة الصبح في الاهلي. سلام عليكم.